السلام عليكم خوتي خواتاتي هذه كديري لاباس عليكم صحيحتكم لاباس الامور هانيه نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ولا لمسه هي تاهي غتقول لكم السلام وترحب بكم السلام عليكم خوتي خواتاتي كديري لاباس عليكم نتمنى من الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بصحه جيده ايوا اليوم مرحبا بيا عجاميله تتقولوا ما نزال ما تشي عجاميله ها نزال اليوم حين عجاميله مرحبا بيك والف مرحبا ما بيناتناش حتى تقولوا لنا تشتيو لا راه شي قاعد هادشي راه مصوقين لا راه هي عندي ونعشها وقت اللي بغا يجي شي حد كيجي ما كنديروش غيرها انا ملي كنجي عندها بالعكس ما كنديروش فيديوهات انا عندنا مرانيين خالتي جي عندي خالتي ما تجيش ما عرضتي علي شحال هادي وانا نعاورط ونصيفط هادي زيدي قولي السلام الحاج الطمياطي صيفط هذا يعرض وهذا يعرض تقولي ما عرفتش زيدي هنا باقي ما تقاديني تي زيدي قولي السلام عليكم خويا انا ما نضروش والله يا ربي خويا انا ما نضروش من العكر السلام عليكم كديرين لاباس كلشي مزيان شخباركم اليوم راكم كيما تشوفوا رانا نهار زوين وفرحانين اسمحوا لي على صوتي طالع مع الدروج جميلة اليوم فرحة كبيرة مجموعين ايوا ديروا جميلة تقول لنا اش من هاد المناسبة اللي جامعنا عندها جميلة تقول لكم اش لي هاد المناسبة اللي جامعنا عندها انا مناسبة جامعنا هو اللي هما يتزولوا المهم اخوتي كما شفتوا انا غير الاحتفال ديالي انتم غتشوفوا كلشي ان شاء الله على 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 عينيكم اليوم دايرين عيد الميلاد ديال ياسين ومجموعين عليه واي حفله صغيره ولا كبيره كنديروها حنا كبيره وتحتفلوا بها وتنجمعوا وتنفرحوا بها وتنفرحوا بها وتنبارطاجوا مع احبابنا وانت نتوما انتم احبابنا وكنبغوا نفرحوا معاكم وكنبغوا نعطوكم الايجابيات الله يحفظكم والله يخليكم انت نتوما وليداتكم باش تعرفوا معزيكم باش تعرفوا كريمه والله يخلي لينا داكشي ب 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 انتم عارف كبروها ونفرحوا بها ونديروا هاي لالا ونفرحوا ورا شوفوا راني عارضت على البلجيكي اييه عارض عليه يدبر راسه ويزعل عليا ولا ما يزعلش عليا الخواتات مولات الصوب والاداب هاك يلاه حتى هو نهار اللي ولدو يدير عيد ميلاد وما يعيطش اللي كندير ليه حيحه قدام الزنقه ونتركل ويضربوا ويجيو لي رياح ونعاود عاد ما قلت لك في الفوق قلت لك ما جاياش اش قلت لي قلت لي ياك كنت ندير لك العيد ميلاد لا كنت ندير لك عيد ميلاد ونصايبو ونكادو درك عادي تقول لي لا ما جاياش عندك والله ما جيتي غتسني ناكل شفنج ماما اخوتي ها انتم احنا مجموعين الحمد لله فرحانين عنده شي كتا هو راه عيط علي ولا تا هو دار بالصواب وراه جا ها هو قاسم الصواب وانتم مازال غتجيو معانا ها انتم دايرين يا لاله الشفنج راه ينعجنت وانا راني عاد يريدي لا تقولوا انا لي انا اللي صوت راه ينعجنت واجد من مسكين جيت عند هذا اللي قال لي عجنت الشفنج قلت له احسن حاجه درتي والله الا اه ومناسبه وكل شيء وخاصكم ديروا نتوما العكار باقي نعلمسو باقي نعلمسو لا لا دابا شي عكار باقي نعلمسو دروك كنطيبو دابا حنا في الكوزينه باش ندير نلبس جلابي ونلبس داكشي ونجلس نطيب انا ما موافقش داك السي زعيا نكون قفطه انا وجدت انا اللونه راه دايره شي شويه جميله على بزيناتنا وغزالين والله يزيد ليامكم ويحلي كلامكم ويحلي كلامكم عكر علينا خوتي عكر والله هيلا ها لا 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 الاصيله نعرفوا ليها عرفوا ليها واليوم راه نهار وليدي العامين العامين اخيتي خلي لي وليدي العقبه للماما يا ولدي الزين ولدي دايره في دارو لا كون بغيتي ولدي سوف انا قلت لك المهم ابدا هذا شخص لا غني راه هذه غنيه ولدي نهار شكون لي نهار كله لي كله يقول لي غني لي ولدي الزين
عندي الزين، عندي ياسين دايره في داري، عندي الزين هذا الوين دايره في داري، عندي الزين والجميله ودايره في داري، عندي الزين الله يخلي لي ودايره في داري، هذا زرجة
هذا وقال غيقول مول اتاي شي حاجه كثير خليكم معنا خويا السلام عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الوقت، الوقت زوين ديال ياسين. حنا بنتي ياسين، حنا بنفرحوا اخت جميله وراجل جميله وولد نزهه. مرحبا بالجميع. مرحبا بالجميع. نزهه الجهه اللي كتخدم علينا. سوفيان بخير نزهه. جلعت بخير يا جهان. الله يكون عليك بخير وتكون جات لي من قدام الاصبغ ان شاء الله. خويا الناس شكويا؟ لماذا؟ فرباك بنتو هي لا؟ خيارك فهم ياسين. مرحبا بك كذا بابك. اجي يا ناس. مرحبا بك يا امي. ومالك براني؟ لا 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 راه ماما معلمه الليل كامل هي تصبينا. مرحبا بالجميع. والحمد لله كما قلتوا لنا في الفيديوهات، الفيديوهات كتكون زوينين ملي كتكونوا مجموعين كتكون لنا زوينه. ها انتم شفتوهم عندي وراه حنا بحال نزهه بحال جميله واليوم راه تبارك الله عليك يا جميله. هانتوما خوتي ها عيد ميلاد تاع ولد جميله ها هو فينا هو عامين ان شاء الله عقبة ان شاء الله الميتين عام. سفيان غير فانتم اخوتي درنا شويه الشفنج. هذه الميطه الاولى. يا اكفر يا ارض اخو ولدي اخوتي ما تلوموش ليا راه غير تي غير من ود جميله وعنقوها عبد الرزاق تي عن تي غير من ود جميله تيبغي عبد الرزاق هو اللي يعنقو حطوا عبد الرزاق. شوف عامل هو اللي قال لي هزني. قال لي هزني دابا ولدي خاصنا ما نقولوش عيد الميلاد تاع ياسين. لا فريارده خفان سفيان عيد الميلاد تاع سفيان. سفيان ايوا خذي انتو فهمتو انتو معافي الوليدات يا نهار وسي ياكل في الشفنج صحتو يموت على الشفنج وجميله اليوم سيري الله احسن عيد الميلاد درتي. ايوا ها بنتي جيهان قعدي جيهان قعدي بنتي خليكي انا زدتي قعدي العروسه ديالنا قعدي ملي جيتي بقا زدتي الميلاد ودرت وانا كنكذا خليكي لا قالت لك ملي جيتي بقا درت عيد الميلاد ما بقاش درتك عيد الميلاد قعدي العروسه ديالنا هذاك عرفتي اش تقول لي ملي وصل عيد الميلاد ديالي عرفتي راه ما ديريش لي عيد ميلاد عادي قلت لها غنجيب لك الغياطه والطباله الله الا كان يجوك وجدو ما تنساش وادو اخوتي احنا مجموعين عائله عاد جميله فرحه كلشي راه كلشي نشوفوه قدام عينيكم ما تنساوش كومونتات زوينين وفرحوا معنا نتوما راه اي حاجه كنبارطاجوها معاكم سمحوا لي لا نقولوا تنبارطاجوها معاكم وراه جاك القفطان بزاف قاعد يجي ديري هكا راه قلت لي ماما يلا نمشي سربوا على القفطان شي حاجه ديك حاجه زوين بزاف
جا غزال. شكرا لختي نجات. لبست على القفطان ما درتش فيه منه جلابه. ودابا خوتي غنمشي نقعد معاهم تانا وعن احنا معاكم. وبسلام عليكم اخوتي وتابعوا معنا الفيديو تكميلا من بعد ساعات من دابا حيتاش الفيديو غادي يجي طويل قسمته على جوج المرات. الله يحفظكم ويسر امركم وبسلام عليكم.